السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه الأخبار؟ أتمنى تكونوا بخير. معايا جاكور اكس اف موديل 2019. العربية دي عربية طبعا انجليزي زي ما احنا عارفين، تبع لاند روفر، يعني يعتبروا هم شركة واحدة. العربية اللي معايا النهاردة دي ار سبورت، تمام؟ ار سبورت هنلاقي فيها جنوط 19 سودا، دي كمان بلاك اديشن، فتلاقي كل الحليات فيها اسود، كمان على الشنطه بتاعتها من ورا. العربيه اللي معانا النهارده دي 2000 سي سي، اللي هي 300 حصان، تمام. التسارع بتاعها من 0 ل 100 في زي حسب يعني ما بيقولوا جاكور 6.1، 6 ثواني تقريبا. العربيه دي فيها كل الاوبشنز اللي الواحد ممكن يتخيلها، فيها فتحة سقف بانوراما، فوانيس طبعا ال اي دي، فيها اللي هي الار سبورت دي اللي هي السبورت باكج بتاعتها. هنتفرج على العربية من جوه. على فكرة انا ما بعملش ريفيوز عربيات، فانا مش خبير في الموضوع، بس انا ممكن اقول لكم تجربة السواقة بتاعتها شكلها عامل ازاي، القعدة بتاعتها من جوه عاملة ازاي، واسعة ولا مش واسعة، مين المنافسين بتوعها. العربية دي عندنا الفايف سيريز في البي ام دبليو، وعندنا الاي كلاس، بس يمكن الجاكور انا بحس ان هي يمكن اصغر شويه منها في يعني من البي ام، او اصغر شويه من الاي كلاس طبعا، بس هي تعتبر في الفئه بتاعتهم. في منها اختها الصغيره اللي هي الاكس اي، الاكس اي دي المنافس بتاع البي ام الثري سيريس او السي كلاس في المرسيدس. طيب عشان ما نضيعش وقت، تعالوا نتفرج على العربيه الاول من جوه، تمام، ولا ناخد نظرة من بره، ناخد لفة من بره الأول وبعد كده نتفرج على العربية ايه من جوه. طبعا زي ما احنا شايفين اللون بتاعها لون خطير، اللي هو الجراي بالبلاك اديشن دي، اللي هي كل الحليات الكروم اللي فيها متسودة، تمام. حتى اللاين اللي هو ما بين الفوانيس دوت برضو باللون الاسود، تمام. نبص على العربية من جوه. طبعا الفخامة كلها جاكور، الجلد بتاعها اللي هو البرفوريتد ليدر، في تهوية وفي تسخين، تمام. العدادات طبعا اللي هو الاي كوكبيت اللي هو بيبقى الديجيتال، تمام، وده الفتيس بتاعها. الفرش بتاعها فرش جلد بني، العربية بتنزل كمان بسماعات اسمها ميريديان، فيها سبوفر، فيها حاجات حلوة جدا. ده اسم السماعات ميريديان، طبعا كلمة جاكور هنا اللي في العتب بتنور، تمام. الشنطة بتاعتها تعتبر شنطة يعني ضيقة بس عميقة لجوه. طيب احنا شغلنا العربية، ده الفتيس بتاعها، الفتيس بتاعها يعني بيخرج الحتة دي، وتقدر تلفه وتجيبه على الار، اول ما تجيبه على الار يشغل الكاميرا الخلفية، تمام. خلينا على باركينج مؤقتا دلوقتي. معلش يا جماعة، الماسكات فيها هنا يو اس بي 2. طبعا مش هقول لكم على الماتيريال، هنا الكانتارا بالكامل، جلد بستيتشنج ابيض، تمام. هنا للاسف مش يعني يعتبر كويس، بس كان المفروض يعني ان هو يتعزل اكتر من كده عشان ما يديش صوت البلاستيك ده. بس طبعا البيبان جلد سوفت تاتش ماتيريال، حتى هنا السوفت اللي هي الحته المفروض اللي بتبقى بلاستيك تحت دي ككواليتي عاليه.
و بالنسبة بقى للنظام الصوتي، السماعات هنا اهو اللي احنا قلنا عليه اللي هو الميريديان دوت، في تقريبا عدد لا بأس به من السماعات، يعني في 2 في كل باب، وفي التويترز هنا تمام. وطبعا المراية الفريملس الشيك. عامة خلينا نركب العربية ونسوق، هنخليها على الديناميك مود. اول ما نعملها على الديناميك مود هتلاقوا ان العدادات هنا اتغيرت. طيب تجربة السواقة بتاعت الجاكوار اكس اف، هنا للاسف السرعة 30. انا خايف بس ان انا ايه يعني اكبس بنزين، صاحبي اللي هو بيصور هيطير الكاميرا هنا هتطير، فخلينا نطلع الاول على طريق كده. طبعا انا ملاحظ ان هي طبعا كسسبنشن مش كومفورت قوي، لان انا كمان عاملها على الدايناميك مود. نطلع يمين مش كده، نطلع يمين. طبعا فيها البلايند سبوتس، المرايات. الماتيريال الصراحه من جوه عجباني جدا. حلوه بقى الحته دي، حته بقى ايه نفع. الواحد مش هيحتاج اكتر من كده الصراحه، ده في رايي يعني. يعني هي طبعا مش عربيه، هي مش صاروخ يعني، بس هي يعني يعني هتكيفك، هي لذيذه الصراحه. ننزل على التاني كده، ها السرعه عندنا 70، انا مش 50. يلا هيد اب ديسبلاي، انا شايفه، مش عارف بقى الكاميرا ممكن تجيبه ولا لا. يعني باين اهو حاجه بسيطه. لا هي القياده بتاعتها رياضيه. عايزين نلف بقى ونرجع تاني يا جماعه، مش عارف نلف منين الصراحه. بس طبعا الانفوتينمنت سيستم بتاعها مش زي البي ام دبليو ولا الاودي، يعني ضعيف. هم لسه يعني جاكوار ولاند روفر ضعفاء شويه في الموضوع ده يعني. مش يمين، الكراسي بتاعتها مريحه جدا الصراحه. نقف هنا نصور لكم العربية بقى مرة كده في الشمس، ها شوفوا المنظر بتاعها في الشمس، مكان أحسن
اللي كنا واقفين فيه. ادفع العربية من هنا. جيلكم الناحية التانية بقى كده عشان يبقى ايه. صراحة اللون الجراي مع الاكسنت الاسود اللي فيها مخلي شكلها خرافي الصراحة. فتحتين شكمان كمان فمدينا شكل يعني سبورتي جدا. بالمناسبة الناس لو هتسأل على مقاس الجنط كام، الجنط بتاعها 19 واعتقد ان هي ممكن ينزل منها كمان 20. فيها طبعا سبويلر خلفي. عامة كانت تجربة لذيذة طبعا. ياريت الناس ما تزعلش مني تقول ان ده مش بروفيشنال. انا عارف يا جماعة ان هو مش بروفيشنال، ولكن انا يعني بحب ان انا بحب العربيات شخصيا يعني. وقلت ليه لما تكون عربية حلوة معايا كده. هي مش بتاعتي على فكرة يعني، بتاعت صديق ليا. قلنا ليه ما نعملش ليها، ما نصورهاش يعني. ان شاء الله انتظرونا في عربية حلوة تانية نجيبها لكم، عربية جديدة موديل 21. هتكون مفاجأة. انتظر الفيديو الجاي ان شاء الله قريب. يوم طيب وجميل عليكم، ويلا سلام.